مجموعة اسكندرية وبحري مع الأستاذ أحمد القصاص، نشوف النتائج ونشوف الأهداف ونشوف جدول الترتيب وهدافين المجموعة. نشوف كده مع بعض النتائج سريعا. جولة 18، المجموعة الثالثة اللي هي فيها أكبر عدد من الفرق اللي بتنافس على الصعود للدوري الممتاز. المنصورة تعادل مع الأولمبي 1-1، بلدية المحلة كسب سبورتنج 1-0، ديكيرنس كسب نابارو 1-0. على فكرة توقعاتك معظمها صح. صح في كل جمهورية شبين وطنطا 1-0 لشبين. أيوه. الحمام فاز على بايونيرز 1-0، كفر الشيخ كسب المصري بالسلوم 2-1، بروكس اتعادل مع ابو قير الاسمده 1-1، والهلال الضبعه كسب المجد السكندري 2-0. نشوف كده مع بعض الماتشات، نبدا بمباراه المنصوره والاولمبي اللي انتهت 1-1 في المنصوره. تقدم للاولمبي يوسف بيبو، الاولمبي لابس ابيض والمنصوره طبعا بالتيشيرت البرتقالي الشهير. ايوه. و فوز او تعادل بقى 1-1، ده الهدف التعادل للمنصوره عن طريق احمد امين، فاول كده اتشاط والكره وقعت من ايد حارس المرمى وكملها احمد امين في المرمى، وانتهت المباراه 1-1 ما بين المنصوره والاولمبي. دي مباراه بلديه المحله وسبورتنج، 1-0 للبلديه بضربه راسيه لمحمود السيد لاعب البلديه. البلديه طبعا بتيشيرت الابيض في احمر المخطط، وقلت لك البلديه هيكسب. ايوه المره دي احمد فاروق خسر الرمله. صح، انت قلت لي كده. هيعزمك بقى ولا هيعمل ايه؟ يعني خسران وهيعزم كمان. هو وليد السنوسي في النص بقى يخلص الموضوع ده. ماشي. دي مباراه نابارو وديكيرنس، وقدر ديكيرنس يكسب بهدف محمود عقل في الوقت الضايع في الدقيقه 90. الدقيقه 90. ثلاث نقاط غاليه جدا جدا لديكيرنس. ديكيرنس ايوه. ده محمود عقل اللي جاب الجون بضربه راسيه. اول ماتش لسعيد عبد العزيز طبعا. في ديكيرنس. عارف سعيد عبد العزيز برضه مدرب تقيل ومدرب كويس كان ومحترم. كنت اشتغلت مع سعيد انا في النادي النجوم مع كابتن محمد صلاح. والسنه اللي فاتت كان في كيمو اسوان. ايوه. اتوقع ان سعيد عبد العزيز هيغير شكل المجموعه دي. دي مباراه جمهوريه شبين وطنطا، وهدف الفوز لجمهوريه شبين عن طريق محمود مقلد. وده احنا قلنا المره اللي فاتت يا كابتن ان اداره طنطا قالت هنصرف المستحقات قبل الماتش ده. ايوه. المستحقات برضو ما اتصرفتش، وانا بلتمس العذر استاذ فايز عريبي عندهم يعني برضو الموارد ضعيفه. شكل الهدف ده جه في الاخر. حسام شعبان مدير فني كبيره لشبين، شبين متصدر دلوقتي. بالظبط، من افضل المديرين الفنيين في المجموعه ديت حسام شعبان. أيوة. مدير شبين وعبد الفتاح عبد الرازق. دي مباراه الحمام وبايونيرز، 1-0 لصالح الحمام، عبد الرحيم عموري، وفوز الحمام على بايونيرز 1-0. وتامر فاروق بصراحه المدير الفني عامل يعني حاله في الحمام زي ما بيقولوا كده ببلاش يعني. ايه ايوه. دي مباراه بروكسي وابو قير للاسمده، 1-1 في ملعب بروكسي. تقدم فريق ابو قير للاسمده بهدف حميده علي، وبعدين بروكسي تعادل بهدف احمد جمعه من ضربه جزاء. ودي كان فيه كلام ياما. الماتش ده كان فيه مشاكل. مشاكل يعني، شك في اكتر من انت ما جبناش اهداف كفر الشيخ والمصري بالسلوم. لا كفر الشيخ لا معانا، هم ما سجلوش المره دي. ويعني بروكسي خلي بالك اتعرض برضه لظلم تحكيمي طوال الموسم، يعني الله يكون في عون الاداره والنادي والجهاز الفني. لا لا حاجه غريبه تخليهم ايه برضه يعني ايه. اتمنى ان الايام اللي جايه يعني ايه تكون افضل. تكون افضل، الحكام تكون على مستوى، لان الحكام لازم حكام دوليين يا كابتن كريم. دي مباراه المجد السكندري والهلال الضبعه، وفوز هلال الضبعه 2-0. هلال الضبعه لابس ازرق، والاحرز هدفين للهلال الضبعه نادر شيبو وعماد محمد، فوز على المجد السكندري 2-0 نادي الهلال بالضبعه. في عوض تهامي لاعب كفر الشيخ يا كابتن. سجل هدف من لعيبه كويسين جدا، وكفر الشيخ برضو المشاكل الماديه اتحلت، المستثمر الجديد سواء محمد حسين او الزميله ياسمين عبد العزيز عملوا حاله وصرفوا المستحقات. شكلهم مركزين يعني جامد في كفر الشيخ، عشان كده في استقرار في نادي كفر الشيخ الايام ديت. طيب جمهوريه شبين، بصوا بقى المنافسه يا جماعه هنا. لغايه بروكسي، او يمكن كمان اللي بعد بروكسي، من الاول للثامن الفرق بص كام نقطه، 8 نقط. 8 نقط. جمهوريه شبين 32، بعديه البلديه 31، بعديه ديكيرنس 31، طنطا 30 نقطه، كفر الشيخ 30، ابو قير الاسمده 28، المنصوره 27، بروكسي 24، كل دول في المنافسه. الحمام كمان في المنافسه. طبعا 24. نابارو 23 المركز العاشر، الاولمبي 19، بعد بقى خلاص الاولمبي. من اول الاولمبي خلاص كده. صعب. بنفسه بالظبط. سبورتنج ال 12 ب 19 نقطه، المجد السكندري 13 في المركز ال 13 17 نقطه، الهلال الضبعه مركز ال 14 16 نقطه، المصري بالسلوم مركز ال 15 مصر بالسلوم عندهم فرقه كويسه نقطة. ورمضان ناجي رئيس النادي عامل فرقه بامكانه بسيطه جدا، بس بعيد. يعني عندهم سوء حظ غير عادي. بايونيرز في المركز الاخير ب 8 نقاط. الجوله القادمه واللي بقى توقعات مع نابارو، واتوقع التعادل
كفر الشيخ مع شبين ماتش ناري يعني ومدربين على اعلى مستوى وافضل اثنين مدربين في المجموعه عبد الفتاح عبد الرازق كفر الشيخ الاول والثالث شبين عصام شعبان اتوقع التعادل بريت المحله فوز بلديه على الاولمبي دكنس والمجد فوز دكنس على المجد السكندري ابو قير والاسمده اتوقع تعادل برضو سبورتنج على مصر بالسلوم السبورتنج يكسب مصر بالسلوم بينرز والمنصوره تعادل لا الضبعه وبروكسي بروكسي يكسب بروكسي يكسب بروكسي يكسب طيب دي توقعات الاستاذ احمد القصاص للاسبوع القادم الماتشات دي الاربعاء والخميس والجمعه الاربعاء والخميس والجمعه اربعاء خميس جمعه الصعيد بيبدا الصعيد بقى ايه لا الاول بحري وبعدين الصعيد وبعدين القاهره اخر حاجه ايوه الاحصائيه بتاعت المجموعه دي يا كابتن 143 مباراه حتى الان 85 مباراه انتهت بالفوز 58 مباراه انتهت بالتعادل بص يا كابتن المجموعه دي فيها ايه 58 مباراه انتهت بالتعادل بص هنا كم مباراه انتهت بقى بالتعادل في القاهره 35 أيه. هنا 58 ده بيوديك فين المنافسه صعبه المنافسه صعبه في مجموعه في تعادلات كتير والمستويات متقاربه ايوه واخد بالك لكن مجموعه القاهره امكانيات عاليه كانت مادية مدربين لاعبين بيبقى برضو النقطة ايه بحسابها طبعا عكس مجموعة ايه مجموعة بحري 58 مباراة انتهت بالتعادل 25 تعادل ايجابي 33 تعادل سلبي 31 فوز خارج الارض 44 هدف تم تسجيله 244 هدف تم احرازها في المجموعة دي يا كابتن 157 لاعب سجله بيوريك برضو ان في لعيبة على مستوى طب. عالي طب. بيسجلوا في المجموعة ديت 27 ركلة جزاء 23 سجلت واربعة اهدرت 17 مدير فني رحلوا من المجموعة دي يا كابتن سريعا مؤمن محسن جمهورية شبين هداف جمهورية شبين 8 اهداف محمود عبد الله بصلة 7 اهداف كفر الشيخ احمد جمعة 7 اهداف بروكسي اليو نضاي 6 اهداف هلال الضبعة 4 مع هلال الضبعة و2 مع الاولمبي اسلام سمير 5 اهداف بريد المحله وحيد محسن بريد المحله 4 اهداف ميدو جمال 4 اهداف طنطا احمد العول المنصوره 4 اهداف